الجمهورية الإسلامية دولة محورية في هذا الشرق، ودولة محورية أيضا حتى في هذا النظام الدولي الجديد، وتؤثر في تشكيل هذا النظام الدولي الجديد الذي يلغي الهيمنة الأمريكية، وأيضا يضع شركاء أقوياء من منطقة الشرق تحديدا مع الولايات المتحدة. كل الذين تضاحم الولايات المتحدة وتقبل عليهم في منطقة الشرق هم أصدقاء للجمهورية الإسلامية. الآخر القدرة والإمكان في هذه المنطقة الجديدة، منطقة الشرق، الإمكان العسكري، الإمكان العسكري. عندما نتحدث عن دول آسيا والشرق، ومرة نجي إلى منظومة أخرى غرب آسيا، كل هذه المنظومات هي أكبر من المنظومة الغربية، سواء قبل كانت لسنوات عقود من الزمن تتوجه الولايات المتحدة في السفنجي، الدول السبع الكبار، أغنى دول العالم، كذا كذا إلى آخره. هؤلاء كلهم بيد الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. الآن هذه الدول تجاوزت هذه الدول السبع، هذا عندما تجتمع هذه الدول تجاوزت كثيرا الدول السبع في العالم. بالتالي لا توجد مجالس مؤثرة أكثر من مجالس البريكس حاليا وشنغهاي، وهؤلاء يقابلون أيضا حلف شمال الأطلسي وهذه المجامع، مجامع السبع ومجامع العشرين وما إلى ذلك. إذن هنالك تحرك كتل دولية كبيرة، الجمهورية الإسلامية في جزء منها. هذه الكتل الدولية وخاصة كتلة الشرق هي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن هذه المنطقة تمحورت وعادت إلى أهداف أصلية في خيارات ورؤى الجمهورية الإسلامية. أمريكا الشيطان الأكبر الآن الجميع يتفق على هذا، والجميع يكور ويمحور قوة لمواجهة هذا الشيطان.